بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا توا هنا المكيف اللي هو السخون، هنا اللي هو السخون هذايا فيه، شوفوا هنا الجعبة الكبيرة والصغيرة، يعني الخشينة هذه تدخل الماء والصغيرة تخرج الماء. علاش خشينة تدخل الماء والصغيرة باش يبقى الماء في وسط الرادياتر يعني أقصى مدة ممكنة، باش ما يخرجش بسرعة، يضيقوا فيه باش يبقى يعني موجود في وسط الرادياتر، وسط الرادياتر بتاع الشوفاج. هذه الرادياتر بتاع كيما تزر يسكر على هذه الجملة، وقت يحب يخدم يخدم على كيما تزر. هذه بتاع المكيف بارد في الصيف، وهذه في الشتاء. شفت الطريقة كيفاش اللي هي واحد خشين واحد جويد، علاش باش تبقى أطول مدة ممكن الماء سخون في وسط السيارة ما يخرجش بسرعة كيما هذا. كان ينجموا يعملوه بالعكس، يولي ما عادش يعطي تبريد. وأحيانا ما تلقاش نفس الموديل في السيارات الأخرى، أحيانا تلقى جعبتين نفس الكبر، عندهم الخراطيم الاثنين نفس الكبر، وفما اللي تلقاها كبير وصغير. كيما هنا حتى نتاع الغاز هذا كيف كيف، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، اللي يدخل الغاز باش يبرد السيارة بالمكيف، والأخر اللي يخرج واحدة صغيرة. هذا يا زاد الراديتير نتاع الشوفاج، هو تو باش نوريكم كيف يتنحى الراديتير نتاع الشوفاج نتاع الميغان. هذا هل عليه نحي هذوما الكراف هذه وهذه باش يجبدوا الوحدات شوية. هاد الكراف نحيهم تو. هذه شفتوها، هذه هي عبارة على كراف تجبدها، شفتوها تركب هكا تجبدها ما فيها شيء، تجبدها بالترنيبيس تجبدها بسهولة تامة. نجبدها هاني بالترنيبيس دزها هذيك هذه أقراف تتنحى سهلة مش صعبة. ها هذه أقراف، وهذه كيف كيف زاد أقراف نحي. هذه كيف كيف فوقانية وطنية كيف كيف زاد تخرج بالأقراف. نحو هذا من المكان، نجدوه هكا كم مكان، وهذه كيف كيف نجدوه من المكان. نجبدو شوي الفوق باش نبعدو شوي الفوق باش يوسع. من هنا تجبد ومن هنا تجبد من مكان، نبعدوهم هكا شوي. إذا كان عندنا ساعة خطر السيارة هذا مش راكب في السيارة خطر على برا، ونحلوا الراديتير بتاعنا. النقطة نتاعها كيش نحى هذا الريتر، شفتوا هذا الريتر نتاع الميكان كيش يخرج، شفتوا هذا الريتر نتاع الميكان شفتوا كيش يخرج من هنا بسهولة تامة، يعني كعبتين بيس شادينا ويخرج. طبعا اللي تبدا يراكب السيارة لازم أحيانا يستحق اللي ينحي البدال أو حاجة الحاصل، المهم هذا كيفاش يركب كيفاش يتنحى. تو الحركة هذه نتاع السخون والبرد باش نوريها لكم من هنا، باش دور لي من هنا علي انت السخون والبرد. هذيك رجعها تو هذيك سنن تو باش ندوروا السخون والبرد. شوفوا شناش تصير هنا، فما كيك اللي كيدور علي دورتها هذيك جيت البرد. نجي هنا وين تمشي هي الكابل، يمشي حتى اللي يجي حضر الراديتير نتاع الماء دورا. شفتوا شو يعمل، يحل يفتح السخون على البرد، دور على الاخر زيد دور. ايوه رجع العكس، هذايا اللي باش يقلب سخون وبرد، لان الراديتير نتاع الشوفاج اللي هو الراديتير نتاع السخون هذا اللي هو موجود قدامنا، والبرد من جهه اخرى. هذه سخون وبرد، هذه وريتها لكم كيف تخدم، هذه سخون والبرد كيف تحل وتسكر. تو باش نشوف هنا اللي فوق ولوطا وجنبهم كل هذه هنا، كي احنا ندوروا من هنا شنو يتحرك، دور عليه شوف دور دورك دور زيد دور. شفتوا شنو اللي يفتح وشنو اللي يسكر، عاود شفت هنا توا عاود رجع خليك محلول. هنا هي مفتوحة هذه هنا، اش بتولي تعمل للوجه، هنا ماشي للوجه شفتوهم، هنا ماشي للوجه بالطريقة هذه. شفت الوجه هذا ماشي لوجه الإنسان اللي هو باش يمشي يخرج منها اليمين ويسار. هذا اللي في الوسط تسكر توا، هذا اللي في الوسط هذا اللي باش يعطي للبرابيز اللي هو يعطي للبلار الأمامي
باش ينفخ عليه ويشيحك الضباب اللي فيه. شفتوه هنا هذا يطلع لفوق، سكر على جناب، كي يطلع لفوق سكر على جناب. شفتوه ها هنا عاود نعملها، شفتوه هنا شفتوه توا حل الجناب اللي هما يمين ويسار، وتوا باش يسكر الجناب ويفتح الفوق اللي هو للبربي. شفت العملية كيف تصير؟ هي عبارة على بابيون، عبارة على كل قطعة نتاع الفراشة اللي هي تفتح وتسكر. هذا قلنا تو يدخل الهواء للبرابيز الفوق، ومن هنا يقلب يرجع للبني ادم، للناس اللي يعني اللي راكب جنب السائق ولا في ولا هنا في ولا الامام. نجيو لهنا للرجلين، هنا شفتوا هذه رجلين، باش نهبطوا للرجلين. هذه رجلين، شوف رجلين، رجلين هبط شطر بشطر، ريتو هنا ما سكرش على الكل، هبط شطر شويه، خلى نص للرجلين وخلى نص للوجه، ديما الوسط مسكر تو اللي هو جهه البلار. نجيو هنا للرجلين صافي، هنا للرجلين صافي، ندوروا هنا رجلين صافي، شوف رجلين صافي، هذاك سكر على الكل وخلى كان رجلين برك، شفتوه حل على الكل وخلى كان رجلين برك فقط. هنا باش يعطيه هواء سخون للكل، هنا شفتوه هنا هواء سخون للكل، شفتوه كلهم يعني محلولين شوي شوي. ها هذا سخون هنا، هذا سخون هنا، هذا شوي سخون هنا، محلو شفتوه مفتوح، هذا شوي مفتوح، يعني اعطاهم كلنا شوي سخون، كلهم انا يعني يقول لك وجه الساقين. هنا سخون صافي اللي هي نتاع البرابيش، شفتوها هذه نتاع البلار اللي هي نتاع القزاز الامامي، نتاع المرش الامامي، هذه اللي في النص، هذه تعطي القزاز الامامي، العمليه مفهومه في الفوق والوط. نجيو هنا للقطعه هذه اللي هي باش تعطينا نوع اخر من هنا، هذه شفتوها من هنا، هاي هذه اللي هي باش تعطي تفتح الهواء اللي جاي من المروحه. شفتوها هنا المروحه هذه، شفتوها هنا، شوف افتح يعني سكر مغير، شفتوه هنا خلي مسكر، شفتوه هنا تو مسكر. هذه المروحه اللي باش تجبد من الشارع، هذه باش تجبد من الهواء من الشارع خارج السياره، هذه تجبد من خارج السياره تو مسكره، افتح يا علي تو. شفته هنا يولي شو يعمل هنا، يولي الموتور نتاع المروحه يجبد الهواء من الخارج ويفرق على الـ على الـ على الـ المكيف الكل، على الكركاس هذه كلها. شفتوه عاود سكر، شفتوا هنا كي سكر سكر سكر، شفتوا هنا توا ما عادش يدخل حتى شيء من برا، كلها مسكره والمروحه واقفه. طبعا هذا مكان المروحه، لو كي نفتحه من هنا، شوف افتح علي لو شفتها كي تحل، عاود شفتها هذيك تفتح للمروحه باش تسكر على الهواء البراني، تخلي كان دخلاني فقط تو. هنا تفتح للكل، حل هذه العمليه تصير في عملية التكييف الخارجي وكيف يدخل السيارة وسط السيارة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.